اشوف حضرت جوال. طيب يقول لي بالواتساب قلت يمكن ما تدق، شليت البابور قفزت لما النقطه راح سالهم، قال لي ايوه حضر التقوال. الحضر التقوال يبدا من الساعه 10 الصباح، يبدا من الساعه 6، من 6 الصباح الى الساعه 10 الجو مفتوح، بعد 10 حضر التقوال. يعني اشتي اسال، انا اشتي اسال، الفيروس هذا روفل فيروس ليلي يخرج بالليل بس، بعد 10 خرج وبالنهار ما فيش الفيروس ولا ايش القصه؟ يا اخي ايش من شاب نحن والله، ايش من شاب فيروس بالليل يخرج؟ يعني عاد اختلط من الصباح كلهم عين لما الساعه 10 بالليل يجي الفيروس فاجئ. يعني روفل ورب امي ذا الفيروس، انا شفته عند ابو الشمه وشفته عند ابو الحماء العمادي ياكل تنبول هذا الفيروس. بعد 10 بالليل تقوال خلاص، قد انتقلوا لما دوخ بيكم، قد شبع من الانتقال الرجال. 10 بالليل الفيروس راقد، قدو راقد الفيروس 10 بالليل. يا اخي صلوا على النبي، اعملكم دول برا، اعملكم دول برا. ايش سووا؟ ايوه اشكرك على صالة التريك، الفيروس قال صالة التريك. اعملوا كما دول برا، ايش تسووا دول برا؟ يا اخي وفروا سلال غذائيه تكفيني احنا 15 يوم وقولوا خليك بالبيت. انا بجلس 15 يوم بالبيت ومعي اللي ياكل اسرتي. اما تطبق قرار خليك بالبيت اشوف اهلي يموتوا يقولوا انا انا مثلا مصدر رزق الشارع. انا مصدر رزق الشارع. كيف اجلس بالبيت؟ اجلس جعان؟ اكيد بخرج بخالف القرار. جيبوا سلال غذائيه تكفي 15 يوم، قولوا خليك بالبيت مده 15 يوم واللي بنشوفه بسكروا. اما 10 الساعه 10 بالليل بدا 10 تكون، لقينا واحد بالخبط مخزن النفسه النفسه جالس بالخبط، يقولوا له قوم روح الا بنشلك. فين بيشلونه؟ بيشلونه السجن. السجن كم فيه بو انفار؟ 100,000 نفر. يعني بكان النفس الرجال كان النفس جالس تود انه عند مكان فيه بو لما ليش؟ بعدين اللي يقول خليك بالبيت يا جماعه، انا اقول الحكومه حاجه وحده، افتح اقول قرار يا جماعه اللي بيجي السجن بنهب له اكل يلا وشوف كيف بيفتري السجن. انا اول واحد باجي للسجن، باجي عشان اكل ببلاش، تقول لي خليك بالبيت والناس جواعه. انا طبعا اتكلم باسم الناس، الناس جواعه ما بقدرش اجلس بالبيت ما بقدرش. يا شدوان لا تخرجش، الساعه 12 فيروس عادوا هلو، الساعه 6 بيروح. احيانا يجلس 6:30 يلعب بطه مع الفيروسات، ولا كوفي 18 كوفي 14 يلعبوا بطه مع بعض. كان معكم مراسلكم ريدان باسل الجزيره موسكو، خليكم بالبيت لا بعد 10.